أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في تغطية كل التطورات في الحرب. في الساعة الأخيرة في قطاع غزة استمرار الاشتباكات والغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، لا سيما في وسط وجنوبي القطاع. أما على جبهة أخرى، إطلاق 6 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل، وسفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة ومناطق عدة في الجليل الأعلى. في سياق آخر، وزير الخارجية الأمريكي يصل المنطقة في زيارة تتخلل لقاءات في عدد من الدول في الشرق الأوسط. نناقش كل هذه التطورات بعد قليل. ينضم إلينا مراسلنا عمر ربيع من شريط الفاصل مع قطاع غزة. عمر، حدثنا عن كل التطورات الميدانية في الساعة الأخيرة، خاصة في ظل كل أيضا هذه التطورات السياسية وبالتزامن مع وصول بلينكين إلى المنطقة. نعم أسيل، نتواجد قرب ثكنة عسكرية في نحل عوز بالمطلة على حي الشجاعية في مدينة أو شرق مدينة غزة. نريد أن نشير أيضا إلى أن أزيز الطائرات لا تفارق سماء هذه المنطقة، هناك طائرات استطلاع تقوم برصد ما يجري في داخل القطاع من معارك، ومن ثم توجيه الضربات أو الأول غارات الجوية وأيضا المدفعية من اليابسة. نريد أيضا في هذا الشأن أن نتطرق إلى الإعلان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، حيث اكتشف مختبرا في حي الأبراج أو حي البنايات الشاهقة في وسط مدينة غزة. وهذا المختبر يقول الجيش الإسرائيلي أنه مخصص ومعد لإنتاج الأسلحة الكيميائية في يعني لصالح حركة حماس داخل القطاع. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بتدمير هذا المبنى بمساعدة السلاح الهندسة داخل الجيش الإسرائيلي. أما بما يتعلق بالأمور السياسية، فإن في هذه الساعات أسيل هناك يعني تحول موضوع يعني صاخب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وهو هجوم 4 وزراء من اليمين، ميري ريغيف، دافيد أمسالم، بن غفير، وأيضا سموتريتش، على قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في جلسة الكابينت الموسع التي عقدت يوم أمس. والغضب من هؤلاء الوزراء على قائد هيئة الأركان العامة للجيش جاء لأنه يريد أن يشكل لجنة خاصة للتحقيق بإخفاق الجيش، يعني تحقيق عملياته وليس تحقيق يعني على مستوى الدولة الإسرائيلية، بل تحقيق عيني للجيش من أجل أن يحسن من أدائه، هكذا بحسب الجيش. والمشكلة للوزراء مع هذه اللجنة هو أنه يرأسها شاول موفاز، وهو قائد هيئة الأركان العامة الأسبق، ولكنه كان وزيرا للأمن في عندما يعني تم الانسحاب بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة بما يعرف بخطة فك الارتباط في العام 2005. وبالتالي فإن هذا الموضوع تحول إلى موضوع سياسي، موضوع رأي عام، هناك انقسام. طبعا وزير الأمن جالانت هاجم أو دافع عن قائد هيئة الأركان العامة، وأيضا الوزير جانس ايضا قام يعني مهاجمه وانتقاد يعني الوزراء. نريد ان نشير الى انه من الملفت للنظر كان موقف نتنياهو رئيس الحكومه، الذي قال لوزير لقائد هيئه الاركان العامه انه يجب عليه ان يستمع الى انتقادات الوزراء
ومن ثم قام بإنهاء الجلسة بشكل انفضاضي. وهذا الأمر جاء في كل ذلك طبعا في جلسة الكابينت الذي عقد من أجل مناقشة اليوم بعد الحرب في قطاع غزة، مستقبل غزة ما بعد حماس. وهذا الأمر جاء تمهيدا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة الذي سيكون يعني في الأيام القليلة القادمة. عمر شكرا لك جزيل الشكر على كافة هذه المعلومات والإضاءات. أتحول إلى المختص في الشؤون الفلسطينية والصحفي من قطاع غزة ضياء حسن الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. بداية مرحبا بك معنا ضياء. يعني اليوم يعني هناك زيارة أو بدء لزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين كما أشرنا إلى المنطقة، سيزور خلالها عدة دول. هل يعول سكان قطاع غزة على أن تأتي هذه الزيارة بثمار لربما إحداها وقف الحرب على غزة بداية؟ نعم، هنا في يعني في قطاع غزة لا ينظر المواطن إلى زيارة بلينكين أو غيره، لكن على الأقل هناك من يتأمل أن تكون هذه الزيارة يعني ربما للضغط على إسرائيل والحكومة في تل أبيب من أجل وقف هذه الحرب على الأقل، أو العمل من أجل ربما وقف في القريب المنظور أجمع أنه ربما يكون هناك ضغوط أمريكية حقيقية. هناك من يأمل بأن يكون أن تكون هذه الضغوط جدية وفعلية ولها تأثير، وأن تكون هناك رسائل أمريكية واضحة لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية في تل أبيب من أجل وقف هذه الحرب، أو على الأقل الدخول في مفاوضات جادة من أجل وقف الحرب لاحقا من خلال ربما إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والدخول في مفاوضات تتعلق بعدة الأمور وغيره. لكن التعويل يعني بالنسبة للجماهير أو بالنسبة للشعب الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة يكون أكثر ربما على التحرك القطري والتحرك المصري، باعتبار أن هؤلاء الوسطاء هم القادرون أو الأكثر قدرة ربما على محاولة إيجاد حلول تضمن وقف إطلاق النار، خاصة وأن الولايات. نعم ضياء، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أتوجه إلى مراسلنا بليغ صلاح الدين المتواجد في الحدود الشمالية أو عفوا في مدينة حيفا. بليغ، قبل قليل إطلاق 6 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية بعد يوم حتى اللحظة كان هادئا نسبيا، ضعنا في كل هذه التطورات. نعم، بالتحديد 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه المنطقة الشمالية، بالتحديد شرق الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منطقة كريات شمونة التي شهدت أيضا قبل نحو ساعة ونصف صفارات انذار أطلقت بسبب إطلاق 3 صواريخ. قلنا قبل ذلك أن يعني واحد قامت القبة الحدية باعتراضه واثنين سقطا في منطقة مفتوحة. الآن الجيش الإسرائيلي يعلن كذلك اعتراض 4 من بين هذه 8 صواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان. 4 الآخرين سقطوا كذلك في مناطق مفتوحة. كما ذكرت أسيل، يعني كان قد بدأ هذا اليوم هادئ نسبيا على الأقل في الجبهة الإسرائيلية، بعد أن قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب ومناطق أخرى في جنوب لبنان. لم يكن هناك رد من قبل حزب الله، ولكن يبدو أننا نرى هذا الرد الآن، ولكن الجميع ينتظر يعني ماذا كان سيكون هناك رد أكبر، وبالتحديد على قضية مقتل صالح العروري التي يعني يتهم حزب الله إسرائيل بأنها نفذتها قبل عدة أيام في الضاحية في جنوب بيروت. من خطاب نصر الله نستطيع أن نفهم أن الرد قادم لا محالة، على الأقل هذا ما يقوله، ولكن بحسب نصر الله الميدان هو الذي سيحدد كيف سيكون هذا الرد أو متى سيكون هذا الرد. لا أحد يعلم طبعا بالضبط ما إذا كنا فعلا سوف نشهد صواريخ هنا حيث نتواجد في منطقة حيفا. بليغ، هل كانت هناك أي ردود فعل إسرائيلية؟ هل كانت هناك أي ردود فعل إسرائيلية بليغ حول خطاب نصر الله وهذه التهديدات من قبله؟
أو ردود فعل رسمية من قبل يعني شخصيات سياسية إسرائيلية لم يكن هناك يعني أي أمر يذكر حتى الآن، ولكن ردود الفعل شهدناها طبعا على لسان عدة شخصيات إسرائيلية قيادية ووسائل إعلام التي يعني ترى بخطاب نصر الله وكان يحاول أن يعطي شرعية لاستمرار عمليات حزب الله في جنوب لبنان، ومن جهة أخرى يعني يقول وفعلا بصدق أن العمليات التي يطلقها حزب الله من لبنان يعني أشغلت الجيش الإسرائيلي الذي كان يفضل ربما أن يكون مركزا أكثر على غزة، وكذلك يعني قضية المهجرين بين قوسين كما يصفه حزب الله للإسرائيليين الذين انتقلوا أيضا إلى مناطق أبعد من الحدود التي تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للإسرائيليين. حتى هنا في حيفا نلتقي عديد من الأشخاص الذين خرجوا من منطقة الحدود متواجدون في حيفا في تل أبيب في القدس ومنطقة البحر الميت. لا شك أن هذه يعني تعتبر وكأنها إنجازات بالنسبة لحزب الله وهو ما يعني يقولها ويتحدث عنها نصر الله. من جهة أخرى يعني هذه الإنجازات محدودة نظرا ليعني كمية القتلى في جانب حزب الله مقابل العدد القليل نسبيا في الجانب الإسرائيلي. نعم بليغ، شكرا لك حتى اللحظة على كافة هذه المعلومات والإحاطات. مشاهدينا، بالتزامن كما ذكرنا مع بدء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لشرق الأوسط، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعرب عن أمله من أن يركز بلينكين في زيارته للمنطقة على إنهاء الحرب على غزة. لنستمع. في ضوء زيارة السيد وزير الخارجية الأمريكي مجددا للمنطقة، نحن نأمل من سيد بلينكين أن يكون قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال الصهيوني وتصديق أكاذيبه، مما تسبب بمجازر وجرائم حرب ضد أهلنا في غزة غير مسبوقة. كما نأمل أن يكون تركيزه هذه المرة على إنهاء العدوان على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية. في ذات الوقت فإننا نتمنى من الإخوة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية التي ستلتقي بوزير الخارجية الأمريكي التأكيد للإدارة الأمريكية بأن مستقبل منطقتنا واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بقضيتنا الفلسطينية، وأن هذه القضية لا يمكن تجاوزها، فشعبنا الفلسطيني ومقاومة البطلة لن يقبلوا أن يظل هذا الاحتلال البغيض جاثما على صدورنا، وأن هذه الدماء الزكية التي سالت في آلاف المجازر وهذا الدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمنا ولا استقرارا طالما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب سيد حنان جيفن، خبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد حنان في هذه التغطية. يعني بداية استمعت إلى هذه الكلمة لإسماعيل هنية، أيضا اليوم كان هناك خطاب لحسن نصر الله، الكثير من المطالبات والتهديدات، كيف تقرأ كل هذه التصريحات اليوم؟ ندخل بنصر الله. لنبدأ بنصر الله. يبدو لي أن هذا الخطاب هو تفسير لماذا للبنان ولطائفته، لماذا قتل الأشخاص العناصر لديه، وهو يحاول أن يشرح حجم الألم والتوظيف. تحدث عن 100,000 من الذين تم إخلاءهم من إسرائيل ولديهم أكثر من هذا، كان عليه أن يشرح هذا وهو لم يشرحه حتى الآن، لذلك كان يسمع مضغوطا جدا وهو يهدد، وكذلك يوم الأربعاء أطلق التهديدات. ولكن هناك نقطة واحدة يجب أن ننتبه إليها، قال بأنه يأمل بإعادة 13 نقطة فيها في هناك خلاف حولها مع إسرائيل، ويأمل أن تكون مفاوضات.
ربما هذا هو الشيء الإيجابي الوحيد فيما قاله. بالنسبة لإسماعيل هنية، لقد قال من المعروف أن الأمريكان أعلنوا عن حماس كمنظمة إرهابية، وقالوا أن حماس يجب أن لا تكون في غزة، وقصة الدولة المستقلة والعاصمة القدس كلها شعارات. يعني هذا الخطاب وكأن أحدا ما قال له تحدث وجاء وقال ما قاله. أعتقد أن بلينكين سيأتي لهنا وسيتحدث مع إسرائيل ومع الآخرين عن من سيكون في غزة بعد حماس. هذا برأيي، هذه برأيي الأمور التي سيتحدث عنها، وهذا هو الهدف. ولا أعتقد بأن بلينكين سيصغي لما قاله إسماعيل هنية. طيب فيما يتعلق بتصريحات حسن نصر الله، هل تعتقد فعلا أن إسرائيل ربما سترضخ لهذه المطالب وتقبل بالمفاوضات حول 13 نقطة الحدودية الذي هناك يعني نزاع بشأنها بين لبنان وإسرائيل؟ لا أعرف تفاصيل المفاوضات، أنا أتحدث عن طرف خيط يعطيه لهوكشتين وللفرنسيين، وكأنه يعطيهم الحق في أن يبدأوا بمفاوضات. لا أعتقد بأن إسرائيل ستقبل ذلك، أنا لا أعرف التفاصيل الدقيقة أيضا، ولكن هذه بداية لشيء ما لم نسمع مثله من قبل من نصر الله. دعني أعود إلى ضياء من قطاع غزة. سيد ضياء، يعني كما استمعت إلى ما قاله السيد حنان، يبدو فعلا أن إسرائيل ستستمر في هذه الحرب. لا نعلم فعلا إذا كان هناك مفاوضات أيا كانت، إن كان مع حزب الله أو مع حركة حماس. هل تتوقع فعلا بأن يكون هناك حديث مرة أخرى عن صفقة بشأن المخطوفين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين؟ ضياء، هل أنت معنا؟ طيب أعود إليك سيد حنان. هناك تصريحات أو هناك مصادر تقول بأن أعداد جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في قطاع غزة قل بشكل كبير، والحديث يبدو أن العدد قل بما يقارب الثلثين. إلى ماذا يشير هذا من حيث استمرار العملية العسكرية في وقت ليس بيد إسرائيل أي إنجازات فعلية ملموسة من حيث الأهداف التي وضعتها أمام العالم وأمام الشعب الإسرائيلي في بداية هذه الحرب؟ إسرائيل دخلت إلى المرحلة الثالثة للمعركة. لو أصغينا جيدا فقد قالوا في البداية أنها ستكون حرب أصعب ومع الكثير من النيران والجنود، بعد ذلك ستكون حرب تمتد إلى شهور، وهذا يشبه ما نراه في الضفة. يدخل الجيش إلى الأماكن لكن حسب معلومات استخباراتية ويعالج الأشخاص والبنى التحتية للمخربين. هذا ما يريد جيش الدفاع أن يصل إليه. نرى ذلك يحدث تدريجيا في شمال القطاع، والآن يعالج الأمر في الجنوب وخان يونس، على أمل أنه خلال بضع أسابيع سنصل إلى وضع لن يكون فيه وقف إطلاق نار، وإنما ستظل تدخل معلومات، وسيظل يكون هناك غارات وقصف وعمل لقوات خاصة تدخل ولا تمكث. لا يوجد لإسرائيل هدف لاحتلال غزة، الهدف هو القضاء على قدرات حماس. في البداية كان العمل بقوة، وبعد ذلك ستظل قوات في أماكن مختلفة وستظل يعملون عينيا، وهذا ما سيقوم به بالأساس الجيش النظامي بدل الاحتياط وبدون الاحتياط حتى تعود إسرائيل إلى الهدوء. ابقى معي سيد حنان. أعود إلى ضياء.
سيد ضياء، هل تعتقد في ظل كل هذه التصريحات خاصة التي صدرت من حركة حماس بعد مقتل صالح العروري بشأن عدم استمرار المفاوضات أن يكون هناك يعني مفاوضات جديدة حول صفقة جديدة لربما خاصة في ظل زيارة بلينكين للمنطقة؟ نعم، حتى وإن كان هناك تصريحات إعلامية ربما بتعليق المفاوضات، لكن حماس لم تؤكد ذلك بشكل واضح أو تنفي أو تؤكد أو تنفي عفوا وقف المفاوضات، لكن من الواضح أن المفاوضات لا زالت جارية. هناك اتصالات فعلية تجري بشكل شبه يومي بين قيادة حركة حماس في قطر وقيادة حركة حماس أيضا مع قطر ومع مصر. الاتصالات لم تتوقف، يعني قبل قليل إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال نأمل أن تكون زيارة بلينكين مقدمة ربما لإعلان عن وقف إطلاق نار، ونأمل من بلينكين أن يركز في زيارته على المنطقة في زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال، وأن يكون استخلف بلينكين عبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال. باعتقادي حركة حماس معنية بالمفاوضات رغم اغتيال صالح العروري، رغم اغتيال بعض القيادات الميدانية من كتاب القسام وغيرهم، وربما يعني حتى وإن وصلت إسرائيل إلى يحيى السنوار وغيره، فعمليات الاغتيال هذه تجري في إطار الحرب القائمة ولن تكون يعني لن تنعكس سلبا باعتقادي على أي مفاوضات تجري، لأن حماس أيضا كما إسرائيل معنية ربما بإطلاق نار، لكن كل جهة متمسكة بشروطها. حركة حماس أبدت في الآونة الأخيرة مرونة محدودة بأنها قد تسمح أو تقبل بهدنة إنسانية لمدة شهر كامل مقابل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الإسرائيلية، تخلل ذلك تعهدات واضحة من الوسطاء بأن تقبل إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل وكامل خلال هذه الفترة، أن يكون هناك اتفاق على وقف إطلاق النار شامل. بكل الأحوال باعتقادي يعني الأسبوع المقبل أو الأسبوع الجديد مهم جدا، ربما يكون مع حلول الأيام المقبلة قد يكون هناك مفاوضات أكثر جدية باعتقاد جميع الأطراف، إسرائيل وحماس خاصة وحتى الوسطاء وجميع الدول تضرب باتجاه ضرورة الخروج أو الوصول إلى هدنة على الأقل في الوقت الحالي، وأن يكون هناك وقفا لإطلاق النار بشكل شامل وكامل في الأيام أو في الفترة المقبلة. ضياء، ميدانياً هل هناك صفقة؟ نعم. ميدانيا هل تشهدون انخفاضا في حدة الغارات الإسرائيلية أو الاشتباكات أيضا خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن انسحاب أعداد كبيرة من جنود الجيش الإسرائيلي؟ في الحقيقة يعني ألاحظ في الآونة الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي يسرع من عملياته، يعني بمعنى في منطقة التفاح والدرج العملية لم تستغرق سوى أقل من أسبوع بيوم أو يومين، أقل من أسبوع بيوم أو يومين، وكانت سريعة جدا. استهدفت موقع لكتاب القسام واستهدفت بعض المنازل وغيره، ثم غادرت القوات الإسرائيلية وانسحبت إلى شرق حي التفاح، حي إلى شرق مدينة غزة. وفي نفس الإطار نلاحظ أن العملية في المنطقة الوسطى لقطاع غزة تجري بسرعة كبيرة ولا تركز كما كانت في بدايات المعركة، أي لم تكن العملية أو لم تجري العملية في بعض أحياء مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وكذلك حتى في منطقة وسط قطاع غزة في الوقت الحالي كما كانت في بدايات الحرب. كانت بدايات الحرب قاسية، كان هناك هجمات متعددة، كان هناك إطلاق نار وقصف مكثف جدا، كان هناك غارات عنيفة، كان هناك تدمير للأنفاق، كان هناك العديد من الأحداث الكبيرة جدا، الأحزمة النارية، كل ذلك يعني تقريبا انخفض بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد فقط إظهار أنه حقق إنجازات، لكن فعليا لم تعد هذه الإنجازات كبيرة، لم تعد هذه الإنجازات كما يعني يتخيلها أو كما هو يحاول تصويرها لوسائل الإعلام الإسرائيلية وللمجتمع الإسرائيلي. على العكس من ذلك، باعتقاد المقاومة هنا في قطاع غزة لا زالت تحافظ على رتم معين من الاشتباكات رغم انخفاض اطلاق الصواريخ، الا انه باعتقادي ايضا تستطيع اطلاق صواريخ اتجاه تل أبيب كما فعلت منذ ايام، وتستطيع اعادة الكرة، وتستطيع ربما ضرب مناطق اخرى من غلاف غزة وغيره. ولذلك باعتقادي هذا الامر يعني موضوع العملية العسكرية وانخفاضها واضح ان هناك تعليمات وقرار لدى المستوى السياسي وغيره ضرورة تسريع هذه العملية العسكرية بأسرع وقت وربما بسبب الضغوط الأمريكية، لكن في خان يونس جنوب قطاع غزة
هناك يعني اشتباكات عنيفة جدا، والقصف لا يتوقف تقريبا، الغارات مستمرة، العملية متوسعة. نعم. حتى في مناطق وسط قطاع غزة كما ذكرت قبل قليل أقل حدة، لكن هناك محاولات للتقدم، لكن هذه المحاولات ليست بالجدية كما كانت في عهد أو في بدايات الحرب في منطقة شمال قطاع غزة. نعم. يعني ربما شمال قطاع غزة هو أكثر من تضرر من هذه الحرب حتى اللحظة، لكن كل القطاع يشمل هذا العدوان ولا يوجد مناطق آمنة في الحقيقة. نعم، ابقى معي ضياء. دعني أتحول إلى مراسلنا فراس حسن من رام الله الذي انضم إلينا أيضا عبر الهاتف. فراس، يبدو أن هناك مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم بلاطة في الضفة الغربية، يأتي هذا بعد يوم شهد الكثير من التصعيد في المنطقة، حدثنا عن كل هذه التطورات. صحيح، ما زالت الاقتحامات الإسرائيلية أسيل مستمرة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، خصوصا لمنطقة نابلس ومنطقة جنين. آخر ما وردنا الآن من تطورات يعني ميدانية هو إطلاق مسلحين يعني فلسطينيين النار تجاه قوة يعني راجلة من الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وما زال التوتر الأمني يخيم على منطقة جنين أيضا وقراها المحيطة. أيضا إعلان كتائب شهداء الأقصى مجموعة الرد السريع، وهي الحركة التابعة يعني حركة فتح حول تبنيها عملية إطلاق نار تجاه يعني حاجز ثاني عوز قرب مدينة طول كرم، ردا على ما سمته الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ما جاء يعني في بيان الكتائب. هذه يعني التطورات تأتي بعد يوم حافل يعني بالتصعيد والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة والاعتقالات المستمرة. كان هناك اقتحام سابق يعني أمس لمدينة طول كرم لأكثر من 40 يعني ساعة، فيبدو أن التركيز هذه الأيام في المناطق الشمالية من الضفة الغربية وخصوصا مدن شمال الضفة الغربية. أيضا يعني بخصوص التطورات السياسية كما قلنا سابقا أسيل، في أن السلطة الفلسطينية استبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة غدا، وكما قلنا سابقا أنه على أجندتها أربع عناوين، أهمها يعني بحث اليوم الثاني للحرب في قطاع غزة وأموال أيضا المقاصة ووقف التدهور الأمني في الضفة الغربية ومنع اندلاع لربما حرب إقليمية. الرئاسة الفلسطينية استبقت ذلك وأكدت على مواقفها السابقة بما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة واليوم الثاني للحرب، وأكدت على وجوب وقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. فراس على كافة هذه المعلومات، وأيضا الشكر موصول للسيد حنان جيفن خبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا لضياء حسن المختص بالشؤون الفلسطينية من قطاع غزة. ولكم مشاهدينا شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.